بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، إله سبحانه وتعالى ونكتب قبر مهد بالله وقرى هيا إلهي ديمان تانا مكاني إنا نسوغن معنو بيت إلهي بنوتي سكمدا يدعى إذا هاي دل رمضان ويومدو صومان تهي ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى نوحن أكل مينان أويهي شرفيد أن شرفينو كتابك الله جل وعلا كذب سبور كهر مسابقة دي الأعضية الأركيسة أردي دي كتر تنتي ما أنت إلا شرفو أو ما ركتي بلا شرفة لسيو إنتي بولي ستي إنتي كلك قيب دشين وهي أي متستين لسيو إنه سوء إمان إلهي قاس يقوم عبد سبحانه وتعالى مالك الله برضو هن مهد بلا رأي رأي كتيكا تفيدك يا إيد الله مدارس القرآن كاي سوق من قابيه مسابقاتي إيو حفلتنا نهدو أفر للنبا إيو أنا مهد بالله لنا أي مدينيه مركز الدحات وحن آل يال مهد بالله لنا أوكرة هيا مرتي شرف لنا لا شوكا مرتي داس أمانتي نبو شرف لنا أمانتي إلي كسوق يبقلان حفلتنا وقتي قولنا نوصو غريب وفد إذي سيئي أكلا قرصوران كذبنا سحان كذبنا نتجدي سوغبيان حانوا لنا جزاكم الله عنا وعن الإسلام والقرآن خير جزاكم انت كذب وحانوا إن شاء الله تعالى بلدي لدينا البروغرام كحفلتا وكفر كان دونا ملكو غريب كفر شهي القرآن كي كذبنا ما ديك المدى يسوش يزيد دونا مرتي شرف كذبنا وحنو سو ختيم دونا أبال مريمتي أبال مريمه أنه قبل الله دونا أبال مريمتا أرضي دا مشاركين تا كتب أنو كسو ختيم دونا أبال مريمتي إيدات كي فبول استيكا لما حسنة مركا تدكا ماشا فرديو هدا ما تيارا هدا عليك يوستا كرنيسان تدكا انتو لبا محلايا بوش بدينات كرنيسان نحن قبل لا بيا انت انه قرني ما شرف هاي حاجه يا بيت نحن قبل لا بيا فضيلة الشيخ ابو كرش معالي او اه حبي كتر سن جودي يا مسجد كان سيدي سكريد ام ابو بكر الصديق رضي الله عنه وما يشاء مجالاتنا كاملة وحكوا حقا سيدة الكيسان فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابراهيم شكول وعادي هذا قرن إنسان محاضرنا كجامعة أمة يونيفرسيتي أما جامعة الأمة الإسلامية تقرأ بدون دعوة دين الله وبدون أنك ساعدي ما ظل هذا مدارس القرآن هي دعوة دين وحاجة كشيرة أكيسان معشيمي وإلياس فرشي أو أمبيجا لقصة دكتور دكتور دفاف في إجاريزا كامتي وأصبنا ما أنتي نوشة فين وما أنتي كسوق الدلم فديك كان وحاجة كذي رد أكيسان فضل الشيخ عثمان محمد إسماعيل وأه ما لحق بديك تمثيل في هذا الله مدارس القرآن كا وحاجة شيء فضل الشيخ القارئ المقرئ الشيخ محمود هذا الماركوني والشيخ محمود دارنا إلى المقطع وقال عنه هو أخمر في قرآنك وقراءاتك وصوتك سجميلك كان أها لجنة التحكيم كي قرصورة هي أرضيلا
مدح كأها وحاها كحيقة فضيلة الشيخ موليد وأسألنا قرى نيسان يعني عنا وكوريرة تركية هي مؤسسة رباني أما رباني جروب ورباني هاي سكولي يوم الحقات كذا أدعو أقوه لنا كما دعوة مروا البناء أقوه لنا كربنا التاين انت ايضا تشوشين لنا انت تعريف انت بارك الله فيكم انت كلنا ويؤدي هذا يوم الخيمة ولا تدين ويل مرك ان شاء الله تعالى وحن نكفر فرنعنا حفلة زينان آيات من الذكر الحكيم آيات الله سبحانه وتعالى قرآن كساء حان إنه أخذ دونا الطالب عبد الحميد عبد الله وكسعد مدرسة زيد الخير وكتال لك إسلي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى
الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيمانتا وحا شرفنا إن أنكم مرتقان إيمانتا هديو أنها ندلد مدارس القرآن الكريم كحفلدان القرآن الكريم كلوقفتين مسؤولين سارة مرت الشرف كان لك شوان مانتا دولة حقتك مسؤولين سارة علماء الدين معلمينتي أرديذي والدينتي مجتمع دمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت كديب أدن كستو كوبان تعريف أن مظلة كبحيو دولة مدارس القرآن كريمك ومؤسسة إسلامية إلى أساسي لوضو كني سديدي ومؤسسة كشرع قريسا حق دولة ومؤسسة لو ترقالي إن مدارس القرآن الكريم كأسكو حرتو إن دعوة ذي معلمين تي دكسية ذي دومر كغيبتي إن أي دمان إسكو حرت لو ترجعي ويه وحكوا كمان تهاي دلادة مدارس القرآن الكريم كا حمنا أفرى يا كمان تهاي جودي كسرة كحجين كا سكرتير كا مترشرة إيو مسؤول الدعوة إنجازات كي دلادة مدارس القرآن الكريم كا أصول دلالة سنة كان gudahan dalada madarasta quraanka kariimka sanadkan ee runtii waxaan dhigay kan la wasanadka ugu fiicnay ay soo martay 8 sano ay jirto waxa la injeeska ee waxa kamida madarasti isku xiritaankoodi oo runtii si dhab ah u holgalay هرمركا أي مدارس القرآن دلالة مدارس القرآن الكريم كأي قبطي وحكمي دا هنا يعني اسكو حرت مدارس القرآن ك قارها نيروبي إن واحد جيدا
إني وهجا جسم علمينتي دورات شرعية محاضرات كدومركا وحكنا نصور تجا شيء إن نيروبي كبحنا إلا نمانجا أيضا لدى مدارس القرآن الكريم كاي جرتا إلا كجادة وحكنا نصور تجا شيء سنة كان مسابقة كدعبي سعود عربية إني دلدة أي كقريب قشيو أرضي هل كان أي كدرتي رنتي وإنجاز أدوين بدوي وحكلو كميدة إنجازات كي دلدة أي قبتي أما هرمارك أي قبتي ومعلمين تو قبتي معهد قراءات إن لوفر معلمين تا معهد كسلوليسا يا معلمين تا لو كبعين أي وحبار الشدوضة هدي أنا لنا قرآن كحفظه هدي أنا عط تطبيقي أو تصحيح قرآن كلا جسحي ما حد كاس وحكر الله صعدة حفظ المتون كتاب علوم الشرع أي الله صعدة علوم القرآن أحاديث دي أي الله صعدة وهذا بس صعدة ورور بلاد كهر لفوري دلده مدارس القرآن الكريم كا إنجازات كذب رنتي مسابقة المانتا ومسابقة أوي نت رنتي أي سومرت دلادا سديد السنة دي سنتاي وحني كلا مسابقة دي رنتي أوي بلارنت أوي حي لي مسابقة هو حيسون جرين لو ما لا يسون جرين مسابقة ذا وحن وني اللي حبري أيام وني مشاركين تي سنة كروحا إهاين سديتن أيا إهاين سنة كان بقول يكونتن أيا إهاين ردي أي كسو قيب قشي وحكلو هدية نجازات هالكسو بحا وحالا عقبات كي إسو مري أمو عليه سيدة كسو هوري ماضي دلدة ومو أساسر هنتي رقا كشقينا إنبغن أي تضوعي ناسي تضوع لو شقينا هايا هدية تفسيرو عيد مشارفقة تمجرتو وفي سبيل الله لو شقيا رجان تنفيذك هوش كجر أرتان عد مشارك قاعة مجرتو حكروا عقبات كميدة مدارس أدو بتين هذه مدارس بتين عقبات محاوي مدارس ملاء مناسبين من بدن إلا غفورة هاي رنتي عليس أي نقطي ملاء لا وهن ومناسبين مدارس إلا غفورة هاي والله يا ودوينك وعليس ذا كميت هاي وحكروا عليس ذا استكان سلكي حافظة ما حافظة كلا دوان عليس بدن أيكو هيسا مدارس ده حافظة وياك كلا دوين سوتسي كامرو دونهم فيدا إسلي جرهان إسلين كسو عليس ذا أبديهين هذيل ده لنا عدولة دو استكان سل وحبر الشذي لقيا ومعلمين تني آدوا ومشغولين ومدام المدارس أيق عنده كهيان كنتي وحبر الشذي كستون هذا أن أفرني مع أحد معلمين تي كوبعين أي وحبر الشذي ذي عيال كسيد أقوله إن بدهم يكم مشغولين قرآن كا وسكول ذي أي الله بتوحق الله ساري سأويت مدارس تي قرآن كا آد بعيال كي تحفيد كه آد بأوير هذين أردنا مسابقة كسوق بشر أركيسان بقول كي بستكاش ما أسكولي وعي عيال أسكولك أخرسنا وعي ودريم كرتا عيال إنا بقول كي بقول الله صو صار أدب وأدق تاي عيال سو واحد أسكول أذن الله ويتون كوما نسو دالن كنت عليه كذا إلا ذا هاي إن معلمك أصو صار سد الله تبي وحنيك لنا تاس معلمين تي حقود أدب وأد دالن عيال أسكولي قرآن أي صاحب السيين مسابقة لكن كقريب قلنا كنت وأرين عندك لما علمت جزاهم الله خيرا مسابقة داس تيهر وحي قد بنتاي حومينا نيروبي مسابقاتها كدعان قيمة وحوق لها أيام بحين ستريب كان هدينا قترين أول مرينتا عيالك أما أردك لنبك كوات صوغ علي
العقيم حن وتر قالني بقول كنا يعني وتر قال كين شيلين 100,000 كين شيلين حكله أو وتر قالني سنة كان مسابقة ده مدرسة دي عيالك لمرك كوباديس دحات لواد ugu badan soo galeen ee magacooda soo la laabtay arday badan u soo galeen la marka koobad isdhaxaad macallimiinta ama madrasada waxaan ugu targalnay umro Allahu akbar wadareem kartaa ee musabaqadan tii hore aad bay ugu duwantay aad bay inuu culustahay mujtamaaci ida duwinaha حاوسيه دلدي شقيني سورنتي كشري غرسنيت رغينا اي دولد حاجت رغينا او تاغيين اني غرب قبطان وكلمين دعوده كور قوان مسؤوليتي انا لجوان هنتي اني كور قوان غارهان دلد مدارس القران الكريم كا كنتي بالكستا وحال قبطا محاضرين ايال قبطا او دمر لو قبطا حافظا كلا دوان اسلي سوسي كامرو دونهم بالكستا محاضرين كسوي دعضا وحنا سوق من قابس دلد مدارس القران الكريم كا مدارس القران الكريم كو حنو شيغي وحن دياريني شروع عيان دياريني ودحين دونا دلد اما نقوتا اما دولد حقت مدارس ودحين دونتو وان سو قرني وديار وي لوير كنا تا ولوغي وحكاستا وديار وي ان الذين الذين كانوا سو اخرسان كديم سو صحيحان حافظ كاستا تشيفكا يا مديركا وي سو صحيحين كوبا اي لهرين انا كن كوبا يان لهرينا مره شروع داس وحنا نغا عاونيسا ان النظام لا راعه ونقضه اي اسكن نقول عمل كان كنتي اسكا اسكو دحيا عسن مدارستا ee nidaamka aan raacinin ina waxaan rabnaa runtii aan meel iska saarno arinta kale ee aan halkan ka eelaamin waxa weeye ardayda ku guuleysteen lamarka koowaad saddexaad labaad ardayda kale oo mushaarakiinta waxaan leenahay maasha Allah way soo dadaaleen hadii lamarka koowaad ama labaad saddexaad soo gali weysay macnaheedu ma aha inaas imtixaanka ka dhacda ama quraanka ka dhacda ma aha مهمد وحياة القرآن كحفظ جيسة إن لا حفظية عيال كان أن تسجعين إيو ورنتي أن دي رجلين أن أودقنا إياه هاد مسابقة أرد إمعالك أما والدك كقبة دوت كقبة امتحان كسوا بحي رقو حكامت أي أفريين لحبري جهد ديغات لغو بحي عيدي دوت كقبتا حفيزك هاي ما دو خميس أما جمعادي وحبي شردي والدك أما أردك لو باري امتحانك ورقي ويا لان سدح ورقود الحكام اي سحين انو لعق 10000 شيلن بخيه امتحانك يا لو باري لعق 10000 شيلن لا يقاده امتحانك يا لو بارايا هدي خلل لغا غلي وا لو صحايا لعقتسن وعيشني هدي لكن ارند اي صحتاي وخلد از جيرين لعق 10000 مو سو نقونيسو معلمتنا حليها إن بنانك لقى بوقا بنانك لقى حلما قف كي دوت قوام هذا القبا حفيز كتوس هاو ماذا أريد الله وضع إعلان كان بحنا وحاوي حيرتان كي مدارستا مدام رمضان أن كجرو حيرتان كي وحن إعلان كي بحنينا شان إتوانك رمضان أيام بحنينا مدارسة نحلوه بهي هي إنه راعان نظام كاس إعلان كاس كصوبة حي إدارة إذا لدى مدارس القرآن الكريم كا عد الراعوي سنة كنت تلابا يانك قادينا وقت قال جار وانكسو وريجينا مدارس وانا سوء وغانينا عد فرتي عد أحرن مدارس حرت إيه نظام كراعدي وانا وغانينا جدهان كنت وانكما هذيني لدوينا شعبك كسوق قبلين هم ترجي سنة هايو مرت الشرفك إن لتشوان كسوق قبلين ee aad iyo aad ayaan ugu mahadinay musabaqadii waxa kala mahad mudan boqolkii boqol ardaydii iyo macallimiinta ka soo qayb galeen ee imtixaanka soo diyaarin ardayda soo diyaarin ku soo dadaaleen runtii juhdi badan ayay ku soo bixiyeen imtixaankan ee quraanka la qaaday tribka musabaqadan waxaan dhigi kala musabaqada ugu tayada badneed weey ardaydana aad bay isku dhaw yihiin
حسكو دافين هل بوينتي اللابا سدح يا اسكو دافين ادب اسكو دوين سجاشن سدح بوينت 5 اما بوينت 3 بوينت 2 وحال النوع زي اسكو دافين مركل كاسا هذا كيف سو غابنايا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء واحسن اليك فضيله الشيخ عثمان وكهل ديك ارجوك وغنى مصاصا جلد القران الكريم كايو مسابقه للعظيم. وحنورينا ان شاء الله تعالى لان هذا الوقت انما كما تشرف الصحابه حضرتي وحنا ان شاء الله تعالى قبل بينا فضيله الشيخ ابو بكر روفا جمعاني وكم من الجدد مسجد ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يكلم قوما وشيء يوم فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا ما دام الوقت واقعي إن قدق مساجدك كم إذا هاي أهاي كحيقين كقدق مساجدك أرتا وانكسو دويني مرت الشرف كمساجدك أدي أد بين فرحد يشرف نوغطة هاي إن أنكسو دوينو مرت الشرف كأكمدية هاي مدنة إلياس برشيك شيخ محمود شاكول شيخ محمود داري شيخ موليد ولماذا دمان يا دمان مطلدة قرآن كاينكا قد قد هي مع معلمين تا أردادة قد هان يدد وينها كسو قيب قلو دقي السنة أدي آد با محن أفر أحسن لها قرآن كاينكا كورو قادي ديسة يا قيمي تيسة وان أركيني أردك يركا وهدو أبتكو يوتوبين شيري أما لم يوتوبين شيري قرآنك أو هرتين كافرين هاي مثال أوتهاي أردها كالي أن لا ينهاي واسيداس إلهي بان أدهم هذين إنا كتبنا مظلة قرآنك وقليل حتى تنيد دولة الإسلام كأهم مأمولان إن إسلام أو كالي لعضو أدبي ويرتهاي وأن إسلام أن مسايد كأن أبو بكر الصديق أو شرط وقتي أنت أسأل لأيدي هاي بوحا ما المها قاركونا اللي قدو كذو بنام إلهي ما المها قاركس قاله ما المها قاركود يانا ليهنا وقتي يدا قاركود دي لقرأي بصلاة الصباح أنت قاله مسايد كبنان كالو قدو كذا أنتو بوحسن صلاة الصباح هنا وابوحا ولماذا وردت دبداها سيدا هذا الشيخ شاكور ويأكفر ليو كالي علموي علم ذا كالي وحي لأن حرمين كمؤبية ميلا مدولي سوغانا نار وارين شرفت لي قيمة هذا إلهي ذاله ثانيا وحا إسكالي علم ذا ما مشاء مسؤول كوية هيا ما هو قانك ويا الشيخ محمد عبد عمل لا هي هكا اجرسيو هذا الكمر بين انت كبديو ادي ادبان غوما هادين يا الهي كدبنا غوما هادين يا مطلدة قران ككريم كا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء في ذلك خير الله كاسي المدرسه توصل قيم كنوسو تشيدي قدرة الشيخ أبو بكر جمعان وحا كل جزينينا كمك قبر ونسينينا إن شاء الله تعالى قدرة الشيخ مولي أو أذكر كربان يقول فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء، الله بانكم أذنينا سبحانه وتعالى نوكل ميي قري كميدا قريهيسا قري راس وأهضل كميش الله سبحانه وتعالى وجعلي هاي مسجد كان وين يا أبو بكر الصديق وأنا كوكل أنصنها مانتا وحان أوكل أنصنها هاي وح إلهي أورالك هي هاي وأنا كفر حي سبحانه وتعالى إن كلام كيسي لوينيو والله غتر تمو إلهي بقى ما هتسك له الله نوافجيه يا ما هتسك له أولا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا بعد الشكر الله تبارك وتعالى وحنقول شكرنا يا مظلظة صوخة من قابل سيفة لغان بركي سنة قرح ضبطا مظلة المدارس القرآنية ورنتي ماشي كبير لابطي إلهي ماشي سعطو أنيق مولدهان أدو قرنيو ولا لها وضو شيخ عثمان وهو قامنيو شيخ حسين مبيه شيخ عبد الحليم ولا لها دمان تدرنتي وأكو شكرنينا وحوين بي أمضا أهيان وحان ربائنا نرهضو وحلا قبت وحي وهو شرفت بالنابض هيسان سيدو كلي وحان كو شكرنيا معلمين تبارك هيسن أردنا ترتمي الصوت يا رسي أيغانا قرآن كألا ديغايا معلمين تا وحا أغفلا أمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم البخاري غير كسبي وريين حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه من تعلم القرآن وعلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه معلمين تا وعدتك ردكك وخيرك بضموه حقيقة معلمين تا يا أردنا بالنص هذا الحديث وحكى خير بعض الملهم أيقنا ونقول شكرنا هنا سيدو كلي أرضي لي أكثر تنتي ونقول شكرنا هنا ويلكي قرآن كنو آخري واد مغليسين ونين قارئة ودادي سآد ويرتهي ما شاء الله تبارك الله وارد كوننا وحان لين نهي واد بشاري صنيسان نحايا لي حقيقة مقفك قرآن كبرته أرضي ذا أو معلن هالنغضو أما قفين هنو ومقفين هالنغضو فضلي بضم باكو صاروري قفك قرآن كبرته وحبره نبينا صلى الله عليه وسلم حديث إمام حاكم مصاصري وحورنا يا حديث بريدة رضي الله عنه من تعلم القرآن وعلمه وعمل به يوم القيامة يلبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس تاج باللوحرة يا بغرتويو آد النور يا سيدك ورحض النور وساك الله أرضي برتكلية ميا اللوحرة يا ميا وبشارة وين وارد كيسنا وحالله حريا والنبي قيل ويلبس والداه حلتين لبح حلدوت وقرح بضن وأيقنا كرامة أبا الله حري واردكي واردكي وحي أورانيان بما كسينا محان الله حري حلوين كان حاله أوران دون أبو النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ولدكم القرآن أردي قيني أما عنو قيني أما أولاديني قرآن كيقاتين درتيد بالدين كوحريا مالك واردكا وإني عروت هذا أولا قرآن كل هذا دالان حضير ربان فضلك عصينا يهلان هنيئا مريئا والداك عليهما هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس نور والتاج والحلى تاسي هلايان وارد كاسنا وآيقنا والله بشارينا يا رمان أنقنا هدان هاي ذاتكي مقالدة انجوغي آليات بانوغا ورقبنا مضلضة وأنا أود عينينا سيدو كلي وحن كل شكرنا مضح هذا شرفت لي كسر قريب قشتي وقصر من حشموها إلياس برشيل وعلينا هذه أتصومالي ذو قرن إساءة شيخ الدكتور محمد إبراهيم شاكول إيو شيخ أبو بكر وكهري ومساعد كان نقصر لويي مضلضا وحن لين هاي حلقة كسي ولا ماشي أنكو غين ميل كسر ريسي مانتا مريسا إلهي سبحانه وتعالى هبركيو كلمة دي دو حنجي الله يستيقين تسكسو قابيو لما أنت عندي كقريب قاضتينا مركو ولكن عثمان كهل لي عقبات كهيستا حقيقة مظلة وحيوبها انتهي قرب مظلة وحيكشا قيسا أشرف العلوم كلام الله بيكشا قيسا وعن مسلمين تكوبورين اينا مظلة اينا كور قبان اي قرب استعقان اي حالة ديدنا كور قبان معلمين تنوحا نقول دردار مينا مظلة اينا لشقيان انت اسان كلمة ديدي كسو قابنا يا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الجزاء وأحسن إليك خير الله كاسي وفضيلة الشيخ مولي ونعمتي منذ تأسيس هذه المظلة إلى الآن
لنسو بلامن مرك لسو عاد آفين ظلالي وصور لتركي سوقيبك آهدت المؤسسين تآهد إلى يومنا هذا ما رتي قرب تاقن وما رتي هيني يغوبا لقرب تاقن خير الله كاسيو جزاك الله خير جزاء وحسن إليك وحن كوحن جسينينا كلمة أنسين دور نقضي لتشيخ الدكتور محمد إبراهيم شكول وإيد الغارتي إن شاء الله تعالى قيم أهم دورته بل فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بما هزكلا سوك أن كاني بيت من بيوت الله تبارك وتعالى عن إلهي ويدي سنينا إن أنا قال أنه كوي الرسول صلى الله عليه وسلم كسفي وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كوى إنه إلهي إنه قدر أن ويدي سنينا أنت أكدب وحنو ما هدعلينا يا مظلة مدارس القرآن كريمك وهذا مدرس ديسنا قدوا هذا حوشن كسو جرتي خير الله سي ورقا سوي تدالين أنو منذ متأسيسك وأن لا شقيني وأن لا شقين دون إن شاء الله تعالى دمان رقي دالي رضاها وإسبدالي ومامل كل بقباني إكساكتيفك قلوب أنا لا سوى شقين مجرو سببتو حوشي وضان بان أدو شعلا أو أهوينين تكتابك إلهي سبحانه وتعالى مركب واد ذا شيء من لم يشكر الناس لم يشكر الله أدبد ما سنتين جماعة ما ظل هذا أدبد ما سنتين تذلك وضع وحنو ما هدعلنا يا مؤسسة هاوس هاس فاونديشن أو بحسي خرشكي خرش كان ذاك إنسان يهدي يده أنا رن يضرب بحسي مسلمين تنا كف على قاضي يدنا وحلينا إلهي سبحانه وتعالى ملك مالك هذا الله أبارك يا إلهي وحي الله بحين وحكفي عن الله السير جمع سيدنا الله أبارك يا وحن سيدو كلو مهد علنا يا مسجد كابو بكر الصديق وشير مانكو حقينكو إنو لتشوك الشيخ أبو بكر يا شيخ النووي الفاضل الشيخ الفاضل الشيخ محمد عبد أمل يا مسجد كان بركيسن وهوشان كسو دوي هلكن أساس نوع يغنى وانو مهد علنا إن شاء الله تعالى يا حضور كورنبا انت أكدب وحن لأي مركورة قرآن كفضلي سوا لغا هلدي شيخ موليد بات المامي ووحى وقيمها بدنوي النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان مغلس خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحى إذا خير بدن مثل القرآن كبرأي مثل برتا يعني يدل إلى يا ذاتك وخير بدن شواب سوات رسول صلى الله عليه وسلم بقول شيء ما يقول كر الدين السمنة بقول شيء وقيمها بدنوي فلي يسي أجر كيس وحلا سوكو بكرم ما عسي أنو فهنا رسول صلى الله عليه وسلم عليه وحنا يلي بقول كهل لي إن متقنا متقنا شيء والبا أما حسن أول بوقفك سمايو بعشر أمثالها لغو حين يو لغو أبا المرين يو أيو وحيد ولا أقول ألف لا ميم حرف مركة قرآن لغو أبا المرين يو قرآن كالأخر سنة يسو أبا القد كيسو ما أها إن ألف لا ميم هل حرف لغو حسابين يو تمن أجر إلا تضوب بقول أجر أدهلي سماها ولكن أقول ألف حرف ولا من حرف وميم حرف وحن لا ألف هو حرف جوني أو إسكي لغو أبال مريني لام كنا هو حرف جوني أو إسكي بات أبال كيس أوه ليس ميم كنا إسكي بات أبال كيس أوه ليس حضنا وحافل لك إله السيعة إنا كجرنا بشي بركيسنا هذا رمضان أو شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبشي القرآن كالسودجي هدى للناس وبينات قرآن كاس أيال لوينين أيال ومعجزة معجزة أقوي إلهي أبد صوص علي ويا عدو البانا وحيس كده يدير يسقوا كلك أنت وين كيني ويا الله أنا تحدي يا تشالنج أي كسر ما يدك بل أنا يسقوا كلك أنا بل إسكدة يسقوا كلك أنا كأنا عشر صور مفتريات طبعا صورة ضد بين عبورة كيني ويا ما كيني كرتان مركي دم بوحي رفعته بصورة من مثل هالصورة أو يسقوا كلك صورة واحدة من كيني كرا ويكيني كرواي وعلى حلاصة وحاق سوتا جي نمان فلسوف رسا
مركاسا وحي ليا بين سدا المسلمين القران كو جعليه يكتابك الله وجعليه وحي دهن ارنتا وانا بارتان كو سمينا كبعدنا وحي اسغا لميدا وانا كينا بين او ددكو ايسا او دبا دحان ميا لا كيني كرا وحي الله اكسس كا اهو نين با marka waxaa loo diray inuu daraasad soo sameeyo quraanka nin filosofar ah nin filosofar ah oo Canada u dhashay ayaa waxa la yiraahdo ugu bal horta soo akhriyo bal daraasad warna wakii bal kitaab si fiican u soo daraasay maalintii uu horeeyay markuu mushafka soo qaaday ayuu sidaa u kala furay markaas waxa ka soo horbaxday suuratul maida ayadii uu horeeyay markuu akhriyay ya ayuha alladina amanu أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد أنت مركو أخرين أي أكور قال مركو إنو فهمه مركو صلية معناها قطرة غير كجرة مدكو وضحية المانتي نداء يدواق لو يريو أو لو قعن هذين يتكى مؤمنين تا أقف كسر مؤمن مركو مغلو يا أيها الذين آمنوا لو تاقين لك إنو رارعيو oo yiraahdo diyaar baan ahay ilaahay oo labeeyka maxaad ii sheegaysaa dhawaaq iyo dhaaw ma taqaana jabaq dheer oo loogu yeeray yaa ayuha alladina aamanu inta muuminiinta oo yeeritaan loo yeeray wax way weeye waxba ragba mu'alafaad ka sameeyay kalmadda iyada weynideeda yaa ayuha alladina aamanu kabaad waxaa ku xigay awfu bil uquud ballamaha oo la fuliyo miyada ay leedahay ballanta aqdiyada contractiska agreementiska نوع كسرها هذه العقود يا الله جهد لها دنا وأصلع يدي وهو بمدى إلا ذا إن هذا دين كشيء كأن أحكامته عقود وحي إنه هذا كبح كرنما أوفوا بالعقود مركز هذا دنا وحلا جهد لي وحلت لكم بهيمة الأنعام وحلا يدين شذي أو يدين حلالي حالها النار أيا لا يدين بنيي أو حلال يدين أح هل كان وحبال الحرام تنمي وحبال الحلالي وأبين كلوي مسرك له ومحاين له حلال إلا بلو بيرسان مركز هذا وحال إلا ما يتلى عليكم كوا الذي كوا كواشر الذي كنت الأخرين دونه واستثناء والذين حلالين لكن قاربا إذا كرر ولا شيء دونه غير محل الصيد وأنتم حر إذنكم واستثناء بعد استثناء إذنكم أن أجار سنين مركز حجك أسعطان علم كلوي أمر كلوي إن الله يحكم ما يريد الله نوح الدولة حكومة وآيات يقول الرئيس مركز سوريا وحيد حديبة آيات يقول الرئيس انت هسو حكمية ايه انت هسو علمية ايه كجرته وحبا نصة ما ينكرنا يديب وقول نقض وحيد ورأي نوان سليبة اي جيبا وان سليبة من هالك ايه جيبا وآيات يكوان حدول على القرآن كم بمدى سولية هاي وحلا سوكو بكرانا ماه وحا مهيم القرآن كان نقول لقنا انا نأخرناه كليم ماه ku dhaqankiisa muhiim ino ah allana dadka quraanka intay bartaan ku dhaqmi waaya wuxuu ku tilmaamay makhluuqaadka ilaahay kuwa ugu xun buu ku tilmaamay kuwa diinta intay bartaan ku dhaqmi waaya wuxuu ku tilmaamay midalan damar buu ku tilmaamay midalul ladina humilu tawra thumma lam yahmiluha kamathali alhimari yahmilu asfara wa sidi damar tawrada nimankan xambaaray qaaday ee yahuuda wal ibratu lil umum la bi khususi sabab nimanka qaaday tawrada ثم لم يحملوها او ان قادروا ان كدق منهم برن او ان كدبرين وحي لم كمثل الحمار يحمل اسفارا سيد الضمير كتب حمارسن وكلا ضمير كتب حمارسن مخو غرنيا خو كما غرنيا ساسو كلو كتل مام قف كي برتا اي كدق موايه مال كرنا اي بو كتل مام الله تبارك وتعالى وتر عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين فمثله كمثل الكلب تساليس وسيد أي غوكرة إن تحمل عليه يلهث حضر عيرسه وهي الراجية عرب وعيرنية عرب الروحية حضر عيرسه وهي الراجية أو تتركه يلهث هذا إسكندي سنة ولي وهي الراجية نص الشادي وحبه مطر قرآنك وحبه مطر مركع يلا مثل مركع مركع وحن الله سبحانه وتعالى ويجي سنينا إنه وانفع وضم بيستي وحن الله يهي وفضل إلهي ما أنت مسلمين إسلام كونه كريو كبعيو وأدرك ترى مساجد كي الناس يروبحوا مساجد كلا وحلوت الماما مساجد كان جامعة مصر لبعضن يدور كنا قفة كنت كتارة لتبع هذا مركب قارب وفضل من الله تبارك وتعالى إسلام كونه كريو وحول استأيكر أنا ملا
وحنا قال يا ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وبذل ذليل بل البقلية ترى إنك ما يستاجي وحك الصلاة إسكت ضيوف دين تنا وفاف إسا وين سعان إسا وران كنا قل والبقلية وأنا فد إله سبحانه وتعالى إننا وأضوها كاره وحن لا يا مركب ودم بيصدق أن يرضى وران كا برتي وحن لا يا هنيئا لكم الله إذن بركيه والدين تورنا وحن إله أكبر يا إنه يجنا عيال كوزا سيدا سوكرا وغدا إن شاء الله تعالى إنه إله القرآن كي نوبر عروته أو القرآن كي نوح فديان أو القرآن كي نوبر لغمان بني الله سبحانه وتعالى ويدي سننا هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير الله تاسير في المدرسة أتيات كأخي مع بضن ونسر جدي فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شكور مركائمتنا وحن كورة جنهية كلمة كوبان وبيتيو فضيلة الشيخ محمود آلت هو أهامارك رئيس كليتنا في التحكيم كان أهنا مارك القاري وتطنان مارك تنير أتكي سنو يعسو الأدوار أدوان أحسن فليتفضل مشكورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا ولن اسكله السلام مدن ربي سبحانه وتعالى انت كذب وحنود عيننا مذلذا مدارس القرآن كينيا وبدي هذا فلنت مدح ويا هاي شيخ عثمان يرقى لصو شقيي ورمتي سو قارسيي مذلذا هير كان هذا اي جوبته وأمو مقدوش حسين وبيع نسيد وكلاء ولكن نشأ عبد الحليم يركّ له فربنا ولقي أبو أنت أن بدنا نجرنين إلى سبحانه وتعالى وحلوه ديننا إنه مقام كود كوريا له ودرجة ذا دنيا آخرة كرو قاده وشرفه وما موسى سيدا وما موسين ويوشقين كتاب كيسا جل وعلا كذب حنوم هاد علنينا وذياشا يمام الكمساجد كسيسكا ونقل جوغو هذا الجمعالة أبوكر يو انت كالي وهقانك ويها هشام محمد أمال حفظه الله هو سورة قليي مسابقة لنا يضع إن ماشى لقوقبته ريح تسهيلات ونباه نين نوفذ ذي خير الله سيئ يغنى درجة ذنى إله سبحانه وتعالى كوريالو سيدوك لوحان أمه دعلنين ودعينينا رقي كقير قاتي جوائز تأيبا قد كالسين دونو أرداد قد أهان يقوك كالمها ugu sarsareey ugu goolaystay iyo sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa macallimiinta iyo waalidiinta soo diyaariyay ardada. Ugu dambeyn waxaan u mahadcelinaynaa oo duceynaynaa oo aan u rajaynaynaa insha Allah tacaala mustaqbal fiican oo ifaya ardada da'da yaryar ee sida quruxda badan qur-aanka u soo diyaariyay una soo bandhigtay. Runtii waa wax aad loogu farxo سيدا شيخ شكور وشيغي ووحيابها قفك مسلم كأه دير قلنايو أو فرحات قلنايو يدي ديلو إن إسلام كا وسيجرو ونسيح ويسنايو سيكستو أعدادي سوأي سبود ديان إن أي دبر جبيان سيدو كلي علمدا يوم ارتشرف كا نو قامنايو مداني برشيل وأنما دعلينا ونقوم موسى إنك سوق يباتان حفلة دان قيمة جبدا كليا نيجا إن شاء الله تعالى وركي جو دم بين دونا وكلمها يسيد الله كلا جلي أيان شيء دونا بإذن الله وحنج على استينا بحشو جدي جا جرسور كايا مذا حقوا هاي وحيل رقي بلادنا أي لبوا ذات وهذا مكان لبوا يسفر جيران شعث قادر آدم يا شيخ عبد الحكيم ورنتي رجع خيار إلى سبحانه وتعالى أجر كذا هوي نيو لحم الموضة وحريرة أيام انت الصبح إيمانه إلى مغرب كي
joognay meeshan oo aan tartanka qaadaynay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayagana meel kasta ay joogaan ku xidhiyo dembigooda iyo kii waalidkoodaba ha dhaafo hal xadiis ayaan sheegayaa oo nabiga laga wariyay calayhi salaatu wasalaam ku saabsan munaasabadahan oo kale qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ragga xambaarsan in la maamuuso waxay ka mid tahay maamuusidda ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa laga wariyey xadiis uu soo saaray imaamu daawuud imaamu albukhaari fi ladabi lmufrad iyo rag kaloo muxadisiinta ka mid ah kastoo culimada isku khilaafsan yihin xadiisku ma mawquuf baa mise waa marfuuc haddana alimaamu daawuud iyo rag kale way taxsiiniyaan inuu marfuuc yahay xadiiska abi muusa nabiga wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam ina min ijlaali illah ikraama di shaybati lmuslim وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه وإكرام السلطان المقصد نبي بلي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى وينين تلوينين آيو يإجلالك لإجلالنا آيو ما موسى لما موسى آيو إلهي وحاكمدة سدح نوع وبلشلة كمدة وينين توضع معناها سدح ذان qaybood ee mujtamac ka mid a qofkii weyneeya qofkii maamuusa qofkii sharfa wuxuu qeyb ka qaatay maamuusidda ilaahay subxaanahu watacaala waxaa kow ka ah qofka da'da ah ee ku daaoobay diinta islaamka oo ciro ay uga soo baxday yaraantiisa ilaa weynaantiisa ku soo jiray diinta islaamka iyo cibaadada ilaahay subxaanahu watacaala qofkaasi maamuusidiisu waxay qeyb ka tahay maamuusidda ilaahay subxaanahu watacaala qofka labaad waa qofka xaafidka ah ee qur-aanka xambaarsan ha yaraado ha weynaado waa laasim in la weyneeyo oo la ixtiraamo alxamdu lilah mujtamaceena soomaalida arrinka isagaway ku fiican yihiin oo qofka xaafidka ah mudnaan gooni ayaa la siiyaa meel kastuu ka soo jeedo da'diisu intay doonto hala ekaato ixtiraamka isaga ah waa la siinayaa waana cibaado in saa loo weyneeyo lianna waxay ka mid qeyb ka tahay weyneynta ilaahi subxaanahu watacaala qofka saddexaad waa qofka madaxda ah ee weliba caadilka ah cadaaladda sameeya qof meel mas-uulka ah madax ka ah oo dadka si cadaalad oo garsoor ah u maamula marka waxaan u sheegaynaa dadka ka soo qeyb qaatay xafladdan idinku waxaad u joogtaan oo aad u taagan tihiin ilaahay subxaanahu watacaala weynayntiisa maadaama aad u timaadeen inaad ka qeyb qaadataan maamuusidda la maamuusayo ardada xufaadda ah ee ilaahay subxaanahu watacaala uu doortay oo uu kalaamkiisa laabahooda geliyey marka cibaadaa ku jirtaan insha allahu tacaala bilsoona waa lagu jiraa saa u niyeysta ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu soonkeenna iyo ducadeenna iyo salaadeenna naga aqbalo wixii mulaaxadaad ah ee ku saabsan musaabaqada iyo ardada iyo qaab diyaarintooda wixii nooga muuqday waan diyaarinay insha allahu tacaala anigoo waqtiga fiirinaya iyagoo qoraal ah ayaa waxaan u dhiibaynaa madaxa ayagaad kala xiriiri doontaan ama munaasabado kale hadday yimaadaan ayagaa idiin sheegi doona insha allahu tacaala mar labaad iyo saddexaad waan u duceynaynaa madallada waxaana codsanaynaa dadka awoodda u leh inay ka qeyb qaataan oo ay garab istaagaan oo aysan yacni ku fiirsanin shaqadan weyn ee ay hayaan runtii shaqooyinka la qabto waa shaqooyinka ugu adag uguna ajir badan ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa qof kasta fikrad iyo xoolo iyo waqti iyo juhdi intaba intaad gelisid in la-eg ayuu ilaahi subxaanahu watacaala ka ajarsiinayaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga aqbalo wasala allahu calaa muxamed waalihi wasaxbihi ajmaciin acuudu billaahi min ashaytaan rajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedin sala allahu calayhi wasalam waxaan igu salaamayaa salaanta adduunka ugu qaalisan salaantii islaamka assalaamu calaykum
السلام عليكم. تكبير تكبير. هاي والله كاتيسي وحنخص يا شيخ أبو بكر، شيخ شكور، شيخ عثمان، محمد إسماعيل، شيخ محمود، يا شيخ بوليد أرديدا نجرة سكوي بعد هلكا أرياشا ولا أرديدا. السلام عليكم. أرين آت يآت قيمة لسكوي ماذا حب يقوي سيا هرت ما أنت آت يآت بنو محمد نقايا لدنا ذا ولا ذا قالق أه ولو خاص أهم شيخ شكور أو حري يهمن هو روح بوجي أنا كو ترى وجه ولد كرهينه أيو يوي دي إن أنا كنا قد برد شرف أنا كنا وحام ده هي ها هديت هاي بيشس وعمل خير له إلا وإلا وأنا ما نيا هرتا مانتا وعمل آد يآد وين أفكي قال بحر دبات ما ومعنى آد يآد وين سببته وحيته هاي هرت وابيل رمضان هذا ما إيش الله قصو لقصو بنا يا حفلة دن ومساجد أو مرعى أبو بكر ليه وحنا إسكو الماضي dad aad iyo aad u fara badan oo dhalinyaro u badan yihiin oo ku tartamay quraanka kariimka oo liba bil ramadaan ah marka maalin ay ka macaantay maanta ma jirto intii shir aan tagi jiray oo siyaasi ah kan wax ka khair badan maraha marka sida awadeed waa inaan ilaa ilaa Allah anaga oo ma arta faraxsan إنا مر بحسنا وحان مركه هري أن آدي آد حمبليا أن سينا يا دتك دب دب لو شيء دونه أو ما أرك أن كقول شيء محو هتر تنكا يكوي كسر قبل جد هان سنة نكسون هاي تعلمت آدي آد بي مهم وتهاي ابن آدم كوتهاي ولو خاص أهان مركا دين تبرنيس ولو قرآن كريم كاد برنيس محاكم عن نت اللي يرى أو مارت قرآن كبقول يا أفري تمنك كرك حيو ولو صفي عن مارت وآخرنا يا مارت قراءة آد لوغان أو مارت أو قرح بدن ننكا سليباني أو مارت أن أفلحي محا بقولال بالطلا لكن كوا يلبا قران حفظيا مركا نصيب بالليدahay hadii aad quraanka xifdide oo ma arta aad ku tartamay somaan wali boo adoo daayay kan qaada kan ku bedel baa wali boo waxa salaahay markii quraanka aad loo jecel yahay qofku waa markuu bukoobo oo dawo intuu waayo oo dhowr quraan ii beedey wad garreysa dibaato male waxa arkaysa nin daay weyn oo ma arta intii isbitaalka intii la geeyay daawo fara badan la beegsaday oo markii dambe ku soo cararaya quraanka wari waa markaad dibaatooyinka ku jirto ayuu dadka aad u jecel yahay inuu quraanka xuso maxaa daawo kale male quraanka ma ogiye waad ogsoontii markii farax مارتا دكو فرح سنة هاي اما قوركا روسيا دكتو واحد ايون انت اي كوه كالا اي عيارة اي كوه غار واحد ايون وركالي حلقة فريستو وذاتو دين نو اخريا قرآن كان نو اخريا دكتو مركو قيري يدنا ودكتو انت هاي انت اي دكتو كالا اويل اي قاربا انت اللو يدو وذاتو الله قرآن اخريا مركي غوب لو هاي ودكتو انت ماشا الله عصره markii roob la waayay la kulaawo dadka baadiyaha wax la dhiibaysan jireen maarta intaas oo quraan baa la akhrinaa soo ma jirtaa hadalkaas markuu dagaal iyo cod jirana quraanka la xusadaa
حتى أنك مركان عيد قدك السياسية وميرني ولا ده وعلى هديك نوع خير تدوم لي سيدا أولا نمور موكسوني هاي كان عن قرآن كبرمتي وكان أبرتي إنو القرآن كمهمية لبنا وحاجرتا إلهي بعدسية وحاجرتا شاكا قابن بني الشيء مركي لا هذا مارت تراويح اللي جوجرو أما مارتي حرم كل جو قرآن كالله خرنا يا مركا وحضر كيسدد أوينايو أو محبة القرآن كالأوينايو تذكر لما أوينايو لا بأي اسم يجسوا وردت كل محل أوينايا مركا سأل له قرآن كي محبيس مركا أنا كنت الصومالي ما مسؤولي محل أويني وين sababaha ni sheegaya sababaha waxay tahay dadka quraanka uu ooynay quraanku bartay macnihiisa uu garanaya maxabadaas iyo kalgacaysiga halkaas gala marka dhalinyaradu waxaan leeyahay quraanka kali inaad xafido kali ma aheene waa inaad barato macnihiisa soo saamaha si aad u khushucdo qalbigaaga u galo oo marka maxabadaas quraanka ilaahay markuu aayatu raxma iyo aayatu cadaaba aad ku raaxaysato mise ku ooysaba marka quraanka in iska barto kalimada aha waa inaad macnihiisa barato marka wadaadada waxaan ku boorinayaa arin aad iyo aad muhiim ah ayaad sameeyseen waliba khaas ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dalada quraanka iskuulaha quraanka oo magaalada Nairobi magaalada Nairobi marka shaqo aad iyo aad u wanaagsan ayaa qabateen Allah anigu kaalmeeyo waxaan rabaa inaan xuso oo markasta markaan halkaas ku maadaan isku sheegno maanta adduunka culays fara badan baa saaran waliba khaas ahaan adduunka caalamka islaamka maanta imtixaan weyn buu ku jiraa waad ogsoontiin khaas ahaan wadamaha carabta hata soomaaliya carabtay ku jirtaa soo saama waad ogsoontiin waxa ka dhacaya ciraaq waad ogsoontiin waxa ka dhacaya syria waad ogsoontiin waxa ka dhacaya Libya waad ogsoontiin waxa ka dhacaya Yemen waxa ka dhacaya Soomaalina anaga waa kamida imtixaankaas waa imtixaan aad iyo weyn aad iyo aad weyn maanta waa bil Ramadaan waxaan isku imaanay inaan Ilaahay kalaamkiisa maarta ku tartano waxaan Ilaahay ka baryaynaa dulliga inuu ka qaado caalamka Islaamka aamiin Allah Ilaahay dulliga inuu caalamka Islaamka qaado maanta intaan maartay qayb qayb u kala baxday ayaa maqli salafi waxaad maqli wahabi waxaad maqli arimo fara badan baa maqli oo maartay dadka ismaartay wax isku sheegay maxay dhacday marka dhibaatooyinka waa imtixaan aad iyo aad qaali ah waxaad arkaa hooyooyin fara badan oo islaam ah dhalinyaro fara badan islaam ah caruur fara badan islaam ah odayaal fara badan islaam ah oo bam ku dhacayo ilaahay nicmo nasiye maanta markaa nabad ku joogna halkan waxa la dhacayo iyo bamka la dhacayo ma harta adduunka waliba khaas aan Suuriya waa mid aad iyo aad imtixaan weh marka adiga nabada aad qabto ninka walaalkaa mise walaalkaada ma harta gabadha walaalka walaalasha oo ma harta islaamka oo dhibaatooyin ku jiraan cid kastaba ahaatee waa inay ilaahay u barida markastaba waliba bisha Ramadaanka Soomaaliya waad ogsoontiin waa waddankan kasoo farbacnay kulligaa inaan joogno ani ma dhihi karin maanta kenyan iyo waxa iyo soomaali ba kanay soomaaliya waa wadankeen imtixaan weyn ba haasta aad iyo aad waa hal diin islaam waa sunni hata shiica ma joogto waa hal luqad laakiin sida agsoon tahay maalin kastaba waa lisdilaa sasaaba waliba waxa wax dilo badi waxa lay waa dhalinyarada 20 iyo dhor xildhibaan ayaa qudha ka baxday muxuu ahaa soomaaliya ma jirtaa dadkaas mise ma jirto caruur fara badan baa dhinteen hooyooyin fara badan baa dhinteen waxaan malawada soo dhammaan malaha dadka la sugayo inay waxa ay joojiyaan waa kulligeenna ma aha ati waan kasoo nabadgalay halkan aan imaaday waxaan helay meel aan taraawix ku tukado meel aan nabad ku helo ani Ilyas Baran ahay gurigayga faafi maxaan jooga Gaaris faafi ma aha kulligayna waa inaan qayb ka qaadanna
waliba mustaqbalka dhalinyaradan ku ciyaarna sida aan arkay aniga dhalinyaroy waxaad yeelaysaa haddaad quraan baratay haddaad ingiriis baratay haddaad wax baratay waddankaas adu ku sugeya waad maqlaysid waxa la leeyahay qaxootiga hala celin horta maanta qaxooti maba jiro ba qaxooti ah ama anaga kulli ayna qaxooti ah mise qaxooti la'aan baan nahay sida qabta aniga ma arkid wax qaxooti ah kii halkan imaaday NFD buu imaaday waddankii soo saaray wuxuu sugayaa waddanka inuu nabad noqdo si uu wax ka noqonayo ana naftigay markaan xildhibaanada inta buu waxaan maleynaa inaan xag ka istaagi doono marka waxaan rabnaa qaxootiga markay Kenya leedahay qaxootiga ha la celiyo waxaan rabaa kisto inaan ka wada hadalno qaxootiga ku nool dhadhaabna waxyadeeda meesha la yidhaahdo dhagaxley ifo ifo tu xagar dheere kambicoos waanu soo naa qaarkood halkan ay joogaan inay silac ku nool yihiin mala socotaan horta waxay siday silac ugu nool yihiin baan nii sheegay daraato waxaan islacnay komishnaaga oo atlanta qaxootiga guri baan gownay nin soomaaliyeed iyo xaaskiisa iyo lix caruuro xagee ka timid baan weydiiyey wuxuu dhahay 9 sano ka hor aan soo degay waxaan ka imaaday dhinacan baydhowo maxaa cunta lagu siiyaa waa weydiiyey 3 kilo oo bur ah 2 kilo oo qamadi ah 3 liter oo saliid ah 30 beri ma ku noolaan kartaa 30 beri ma ku noolaan kartaa daawo ma heshaa ma helno daawo maxaad inta u joogtaa nabadgelyo nabadda keliya baan soo raadsaday nabadan ayaa u diiday soomaali baa u diiday wadamaha shisheeyaha kulli ordaya way un ka faa'iidayaan ma ogiyee ma aha waxa uu tarayaa askarta la tababari 100 wadan baa tababaraysa qaar sanaa la bari loo salowdo qaar sanaa loo bari inay salowdaan qaar sanaa la dhigo salowda nin walba mabda kale ku beeraya maxaa loo jeedaa khayraadkaasaa loo jeedaa adigana siduu mooy dhihi jiray mukaayo hibyo hibyo intan iskaga joog ha u malaynina shisheeya ama waddan kale inuu waddankaa nabad ka keeni marka waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo markii san lasku imaado waa in laska faydaa faa'iidada koowaad waxaa weye ilaahay baa khaaliqe ilaahay baa wax alba samayn karo waa inaan u barnaa waddankaas iyo waddamaha muslimiinka inuu ilaahay nabad ka dhigo midda kale waa inaad ogaataa mar kastaba waddankan la yidhaahdo soomaaliya kulligeen uu suwaya soomaali sijuli buu suwaya kii soomaaliya ka imaado suwaya kan halkan ku dhasho suwaya nin kastoo suwaya anaga waxaan rabnaa inaan dhahnoba dadka soomaaliyeed soo barakacay kulli kenyaantii laga dhigo laakiin kulligiin waa farxaysay waa la farxayaa kibaandhaha la siiyo waa la farxayaa hayaa ma ku darnaa waddankaasna waa inaan tan ku noqono aan nabad ka keenno iyadoo ma ku darnaa mise waa ka daynaa waa inaan ku darno taasna marka waxaan leenahay aad iyo aad baan ma aragtay kusoo gabagabaynayaa waxaan kusoo gabagabaynayaa inaan u hambalyeeyo ardaydaas iyo dadka meesha ka soo galay waxaan leenahay annaga hadaan nahay siyaasi mar kasta waxaan doonaynaa ma aha meelaha siyaasad inaan tagno kay waxaan doonaynaa inaad marba noo yeertaan oo aan la socono diinta si loo xoojin lahaa mar kastaba maxaa yeelay haddaad adig ii yeerin ma ogaan kari aniga inaad ku xaajid waana ogsoontihin waddanka Kenya waa waddan xor ah dhinaca diinta xor baa laga yahay nin kastada siduu rabo subin karaa dhibaatooyinkii aan soo marnay qaraxyihii faraha badnaa intaasoo dhan dowladda Kenya waan horjoognay waxaan leenahay muslimiinta ma aha waa nin xun waa nin dambiile ah ma aha nin muslim ah inuu saas ubiyo mar kastaba waa dhaytay waynnala qaaday ma dhib baa dhacay waad ogsoon tahay westgate waxaa ka dhacay waad ogsoon tahay garis waxaa ka dhacay mar kastaba weliba maalintii aniga igu darneyd waxay ahayd maalintii 148 dhalinyaro
أو كنيستي ها لقو قول رحي جارسة جنباسي نبع وحي أيه جيس مركز صوته أيه كوه الحق بسيتي مركز ما ما باش ما تقول حدا عي جارس ها بيتي مركز صوما مقلين أردي دي لدلي ها وان مقلين صوماني ومسلم كمي جنسي صوماني ومسلم كمي جنسي مركز يعني ما باك الرحي سمعنا إسلام نمضى لساسما إسلام نمضى لساسما مركز وقال لي نحي أنك هدار نحي المسلمين في كينيا مركز طبع إسلام كون نفرة إني قفل الدلين وحنا نفرة دين نبدأت إلى تعي أنك الإنا نجد ذلك ما أنت نوضى الكيسين مجالب نسي سيء عندي سيء سيء ما أنتعي قروح سيكون نوع شيء ما أرتدى تعالى عن صوتي كل أنك كيدة صبع ما إنا ندفل الجنين معه ودن كما إنا وحكسوا بنا معه ما أنت أنت الصومالي صومالي أو كنو نيروي على سبع كمانون دار سلام كنو معه وأن نبت مركز مركز سبع إنا نكشقينا نبت على كنو مركز سبع مركز أنت سنكسر كمدوني معايا العصر فأسلوا لشخص معايا شكرا الله ورحمة وبالله يتقل تكبير الله أكبر برصوت في عبد الله تكبير تكبير السلام عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ويشيموا مدنة لك صدرتو دقمة فافي جارسة كونتي ورنا هانتي إلياس برشيد ورنا هانتي كلمة آلي أدوقي مبضان إنو جهدي من عيوب بضان نتابنيسي إلهي سبحانه وتعالى وكبر ينا إنو كي يلو أجر أمول بوذي ميسان كيس حسناتك رنا هانتي مسلمين توحلو بأني هاي مرور بأني أهدان لكما حلقة جعان حلقة نبي صلى الله عليه وسلم وقولي يسعى بذمتهم أدناهم وهم يدون على من سواهم مسلمين توحلوا بأن يأني مروا المسائل سماء الكريم أهذا كالجسد الواحد سيدها الشلوح إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر إن شاء الله تعالى وحن وقود بين قيبتي وقودا بيسي برنامج كينا وأه إن لأبا المريو أرديري أيها الدراسة اللوس أجازمي حفلة دهنا. أردنا صوت سوتش تي ترتميال كنت ترتمي سي أفر قيبان القرآن كملا. قيبت كوبد حاوي كامل القرآن وقرآن كنا ما يصيرون صوت الجزء. قيبت لو بدو حاوي نصف القرآن القرآن كم بركيسة مشريت وجزء القرآن. قيبت سد حد وحاوي شن جزء. أبدأ كتر تميسي قيبتا فقط محاوي أبدأ يريرك أهاي كتر تميسي جزء عما مكا إن شاء الله تعالى وانا أما أبان مرينتو نظمان أبان مرينتو إن شاء الله تعالى وحيهان قلت أبان مرينة عن هورا لوارك أردك الكالبتو كوباتكو كولي سندونا كامل القرآن وحانو سندونا سيدو شايقي شيخ عثمان العقدن بقولكن أوشلين بقولكن أوشلين ككينيانكا إن شاء الله تعالى جوائز بضل وقيم أهنا ونقوط لك النايمة للسادة أي نقلت أنتم أردي ديدي هو إسوك لين كلمة هاروري أردي مدرسة هو بضل توحى نسيز وناجا إسوك أردقي ما بضل ونهاري لو بضل إن شاء الله تعالى وحنا لو بضل قالي إن لديه مزيب كمدرسة عمرة في رمضان إله سبحانه وتعالى إنك أقبلنا ونرجينينا عمرة ينوبا نقاضينا بعد الحج مركا إن شاء الله تعالى مرة بعد مرصد هذه مرة فرادة لسلويننا نحن لنا أهلا بكم في رحاب الذكر تغمركم سكينة مع ذكر الله تنهطي يا مرحبا بوجوه الخير من رفعوا أيادي البر للرحمن تبتهل مظلة الذكر والقرآن تجمعنا في موسم البشر في موسم البشر والأفراح تشتعل اليوم تسدى لأهل الله مكرمة تنور من حملها الأعناق والإبل يصبو لها كل من كانت مودته
قول الإله الذي جاءت به الرسل بشرى لكم فتية القرآن إنا لكم في كل ساحة عز موقف جلل ما دون فقدكم أهل ولا ولد ولا حياة ولا دنيا لنا أمل يا فائزين بعون الله ما طلبوا ومدركين بفضل الله ما أملوا لقد قضى الله بالنصر العزيز لكم تحتكم بشريات الخير والحلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وحنكم بالله بذلنا إنا نيرنا وحاوية وقت كيف أعد إنه وير كما نجاري إنه دمان مشاركين تينا أول مرين توضسين ونحن مرينو أردتنا ويبضان تهي وبقول يكونتون أردي ويكلوهين مركا إن شاء الله تعالى وحن سودة دجينينا أردي دي فائزين تهي تيكوكا لقولي ستي كلمة حكوبات لبعض يسدحات يو أول مرينو هذي أردتنا وحن كسودويننا فضيلة الشيخ محمود داري وإن شاء الله تعالى إنو مقعبدونا إنو خاضرينونا بسم الله مسابقة كدهان مستويها هذا يوفرنا وكلور فيديو سنديه تجري مكة وحافظ وغير قلي دوار وقل يلح ذا نشان فردي وقبدي ويلال بله مدارسنا تقريبا وبقل يطبن مدرسو وعيكا قوان هاي أما أيمان مشو مدلة مدارس القرآن كا وركا إلى أفر قيبوت أي أهايين أردادة وحي كتر تمايين قرآن كورن أو أي كتر تمايين كوي لباتن أردي سيدو كالي نشاني تومك جز فرع لبات وحا كتر تماي أفرتاني شان شان تجز وحا كتر تماي أفرتاني السقال يجوز عن ما يكتر تماين كنتم أردي مركا جوائز تاس مشاركين تلسينا يكسوكو مدلد وحي قرتي كلمة كواد يلواد يصدحات فرع كستة إن أي جائزو سيسو سيدو كلي مدرسة أغبدا يكلمة هستدح رأح قاتي أما قالي وحيوبل القادين وبادروا في عنو عسب وأرجين يو وبادروين كلو نوع عسو كالتين إذاعان وحالو بل القادي معلن كمدرسة داسي عمرو فين منتقو وعمرو نبيه وقرشكي إيهو نوع لقبل إيهو ما شاء الله مركا وحنكو بالله بينا جزء عنها كانت تصدحات وحا قالي أرضي جمعي عيسى ليراه عبد الرحمن مهدي عبد الرحمن مهدي وكسع ذا مدرسة تحفيظ القرآن يكون تلا كومرك في الإسلي سنة كامل غفر حش والمغلي دون تاك كلمها وجوه الرجال وحق ودات قاتي كومرك الله بارك يا كومرك يا شيخ هذا عبد القادر بوبه بركة خير حقا شيخ مصعب شيخ جامع وحاول جرت جائزة شنكن ولكن هي شهادة هي مصحف قرآن ما شاء الله الله بارك يو كالين طلبات وحاق لي حمزة عبد الرشيد وكسو على مدرسة مصعب بن عبيد حافظة إسلي ما شاء الله حمزة عبد الرشيد مدرسة مصعب بن عبيد ودبسيق عامك يا شيخ جامع ما شاء الله الله بركة يا شيخ كالي كالي ليش ما تعليقنا سا وراني رخلي قصوا على جائزة لي سواء تضبقون وشلين هي شهادة هي مصحف قرآن كالي انت كواد جزء عامة وحاكا قالي عبد الرحمن الشيخ أحمد وكسو على دوسيقى معاذ من الجبل يا كومرك ما شاء الله ما شاء الله عبد الرحمن شيخ أحمد قال انت كوالا يوقلي دوسيقى معاذ من الجبل يا كومرك
جائزتيسنا وا توبن كون او شيلين الله بارك يا سيدي والدينتي سي معلمتي سبب ان وحان قدبينا خيبتا شنت جزء قال انت سدحاد وحاق لي عبد العزيز محمد نور وكسعدة تحفيظ القران الكريم يا كومروك كومروك وانا دين شيء واحبدا ما مغلي دونتان غير اسلي سند كان حالته الى اوك كومروك ايو كسعدة دوسية تحفيظ القران عبد العزيز محمد نور عبد العزيز جايزني سوى مصحف قرانا يتطبقون وشلين هي شهادة نمبر لبو وحويا وحاق عليك أنت لباد عبد الودود مصطفى وكسعدة مدرسة معالم جبل كومروك سيد كومروك وشلين سنة كان الله بركيه ذلك إن شاء الله ده وقت كده ولو درت هذا وحال على سدي نمبر والندى كريه إني القرآن كأخيان عبد الودود الله بركيه جائزة ديسا ومسك القرآن يتوان كن وشلين هي شهادة القرآن شهادة برتوها سياري سي الله أكبر يا مصطفى عبد الودود قال انت سدح قال انت كوات شنت جزء وحاجه شيء قبر مقعد الالهه منى عبد الفتاح وكسعته مدرسه مصعب بن عمير حافظ اسلي كانت منى مجوده مركو معلم كو قال شيخ جامع يا وقال عمر قعيس مع العمر مع العمر وقال يوم منى عبد الفتاح كبر ادي راي هيدا ايمان كانت اهل كان ما كان حلو وسوت ها مجوز منى الله بركيه شيخ معلم اذا قال يوم جايز لي مصحف هي شني تون شلين شني تون كون او شلين ككيه يوم سيرتيفيكيت شهاده الله أكبر يا معلم. شني توك جزء قال أنت سدحات وحاق قالي ليبان محمود. ليبان محمود في كسر عذاب دكتورية تحفيظ القرآن كومروك. ما شاء الله. الله بارك دكتورية سي معلمين توضا. كومروك ليبان مصحف القرآن هي توك وشرين هي شهادة ويا شباب مكس. الله أكبرك يا ليبان يا معلمين تاز يا والدين تاز قال انت لبان شني توك جزء وحاق لي عبد الفتاح عبد القادر وكسو على مدرسة معالم لجبل كومروك عبد الفتاح عبد القادر معالم لجبل كومروك جايزتي سوى مصحف يا شني توك وشرين هي ستيكت الله بارك يا عبد الفتاح يا معلمين تي سي والدين تي سي قال انت كوات وحاق علي شني توك جزء زكريا محمد قيو وكسعدة مدرسة زيد بن الخطاب احافظ اسري زكريا محمد هي شهادة الله بارك يا زكريا ما شاء الله بارك الله فيك القرآن كأولا قال انت سدحات وحاكك الشيء قبل ما قعد الليلة رشيدة علي يوسف كسعته مدرسة العدالة هي سليم ما شاء الله رشيدة علي يوسف مدرسة العدالة حافظة اسمها ديسن جوي معلم كذا شكرا جائزة هذا ومصحف يشن التوكل هي شهادة هذا حاجة بكر يا بنت نسينا جائزة الله بارك يو رشيدة يا والدين تهذا يا معلمين تهذا كان طلبات مع كل شيء عبد العزيز شيخ أحمد وكسر على مدرسة معالم الجبل كومروك الله بارك يوم مدرسة يوم أمر كذا يوم علمين كذا
عبد العزيز كالينتا لوال ايو قلي مصحف هي لوالتان كن عشرين هي سيرتيفيكت شكور ايا قدن سينايا بارك الله فيك مركو وحا قلي محمد عبد الرشيد وكسو على مصعب بن عمير قرآن كورن أيو كائن تكو الكجر أي أربعين جاس الله بركيه جائزة ديسا وكتاب قرآن يبقلكم وشين كين يا أخ المشمي وبرشي لا يبدون سينا يا لكن قرآن آخر يوم فضل شيخ محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صوت صدق بقى
الله عبد الرشيد شاعر. محمد عبد الرشيد تلو. مبروك. تكبير. تكبير. هرد مركو هري. وحالمودي بايا بقول كي كن او دلاتا يكونوا تاقشي قدون وحاكل المودي بايا شهادتي ايضانا قدون وحانا المودي بايا كتاب قرآن 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 مجعليا وإن ما تنسوا في قطمها واكن حلقة إيساك هايا كنت كنزة أنا بلاوايا بقول دولار كون شلين باش نقول لك صابحي يا صابحي يا هو صدقة صدقة الجادي ملكي أنا عمكو براه وعمكو براه باشر سي باشر سي تن يديب تن يديب تن يديب ما أنت أرى كل لسا دي قوة باشر كده كده بس أوكي ترس هاي هاي كبرة كبرة هالك هالك أنا كبرة أرتوال حساب الدرع كبر صوت ساقة تفضل صوت ساقة هاي شر شكور بقول دولار هاي صابحي يا صابحي يا ما شاء الله ولك يا ركاب كل شيء صافي يا ما شاء الله صابرة صابرة خف ربك صباح الله اكبر ما شاء الله كصابرة 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 بارك الله وركان صدق قصة وصدق الجارية هاي صدق قصة صدق قصة ما شاء الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله اكبر الله اكبر هاي سريسة سريسة صبحيا صبحيا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صلاة الحصر بسوده وسلم سنكيزا ما شاء الله ما شاء الله ويلكا ير قرآن المحبيد يسلقه يي نبي هو صدق إسا نمبر ونكا قري او محبادة قرآن كاللقه يي ما انت عدال بحسوه وقت لقه مصعب بن عمير ايه دوكسي مصعب بن عمير مدرسة مصعب بن عمير الصعدة مدرسة مصعب بن عمير مصعب بن عمير مصعب بن عمير مصعب بن عمير هيا كسو كرة مصعب بن عمير ما يمانتوا عين اللي بحيا باش كن 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 مصعب اللي كنشو سيدا مصعب اسلامي اللي كنشو سيدا هي قتاله جامع مصري مع الجامع زعان كوهاي ما شاء الله إلا بالحياة على الجامعة النور هلا بالحياة ما شاء الله لما يوك عليه ما شاء الله وقتك قال تصبحنا النفاس ضيع حتى مر بحجة برباط وبحن قرطة وبحن قرطة ويفرن تاهي محبة القرآن بسبب في صبحية سامع انت وحي كبر فيها معالك يساسين معالك محبة آية تسسك ولوك على قيبين محبة القرآن خي سوك على قيبين يساسين معالك ما يوم قلبي أحبا سنين هكذا كسو كرة كسو كرة سوو هذا سوو هذا سوو هذا ما يعلم بحنا سوو هذا ويلكا ير القرآن كسبب في سلقه يا محبة أنا هنا قيب كحشو صبحي ما شاء الله إذا جاء نصر الله والفتح هاي هاي صبح يا ما شاء الله قاعد بلك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والكسور رداء كسور رداء وليا بنكي آخر كيسو إيه بنكي آخر كيسو واحد إذا بشر كجر كارين واحد كجر كيسي بي كارين ما شاء الله معاه ورسا وقعد بيت هيا كوا هرن او مارت ميرا كنجران فريستا 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 هيا صوبدا صوبدا هاي شوري حتى محل الكيس وحبا لك السيدة صوبحيا صوبحيا بس مرة بعد ما شاء الله اوه ما شاء الله كسو الرداء كسو الرداء ما شاء الله ورطن صدقة كون اكثر ملح وابن رمضان ومالين قرآن كالآخرنا يا ويلتي قرآن كالآخرين ومحبادي قرآن كالأوييي نمبر وان كالقالي ما إن شاء الله هذا هو حكو التسنوز ورمحكو وضعي مرباتك فكر وردتك دتك كذلك جنو ماشي جلتيا انت 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 اللي آدابي آدان انت اللي آدابي صباحا اي واي اي بس واي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والو حسابا يا والو بسم الله وحير قوم انت وحنوعي يا
أي كرد كرد باش وحنوعا يا the best مدرسة in the year 2016 وحوايا معاد بن جبل يقوطا لكامرو the best مدرسة of the year أي أبرزنو محمدنا هنا الجائز بهنا بارك الله فيك ترسل ما يستمع بارك الله فيك ما أقول لك؟ إن شاء الله تعالى أنو بنقلم فانتي فانتي جايزين فقط الله ما بديك برا الله ما بديك دونا على المرين الله ما بديك إن شاء الله تعالى جايزة بهند الله كبيرة دو جايزة مرورة لك مرين تقلم عن مستيسين جوائز تلسلية وحكم فاعة مدرسين عروف مدرستي كسعودين ولا سعودي مدرستي وحاجة تقول كل سنتي أنت بدل كلمها كوبات وحنا ربنا هنا نخش رقم مدرسة داسي وأنا مدرسة معاذ بن جبل وقلت على حافظة كومرو مدير كذا فليتفضل مشكورا ماجورا وحنا هو بدل قادم عمره وأنا جائزته نوعا أه تيبو بدر بنسوي مطلقة لم يسبق لها أن ولي ومهر مريم فضل الله إني ولي قد تدسي عمره أما العك بقول في مسيرنا أما حتى العك اللي إني هو ولي إن شاء الله تعالى ما أنت وحقوصك بين مدرسة ناسي وفي كذا يوم مارك إليه هاي عمره يجائزة قيم هو وإن شاء الله تعالى بفضله هل كلمة سيد؟ كلمة سيد؟ ماشي هو واو جواد هاو يميا بس بس مدرسه ما مدرسه ولا بيت مدرسه كامرو قال كامرو يبطل اوكي استاذ كامرو 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 بس ما نسيت عفوا وعفوا بركه يا استاذ مركا مبروك ما شاء الله الله كل عمرنا ما عرض وان سوقينا ان شاء الله مركب وين ندعو انه ندعو انه ما اعطي وضمها سلام عليكم صوماليا وكبيرة تحية ايه وكينيا السلام عليكم بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد الرحمن اخفش بنا كما قاعد يا هاي وانا مدير كام درسي ذا معاذ بن جبل قلت لك سلام عليكم قبل قبل وحنسين دونا معك ونسين دونا جوائز وقارن جايزة نحكي وحنسين انها